بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. مرحبا بكم في برنامج الدين والحياة. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيقول الحق سبحانه وتعالى في كتاب موهنا أمر الدنيا ومحقرا لها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة، فقال: كمثل غيث، وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس، فأعجب الزراع بنبات ذلك المطر، وكذلك تعجب هذه الحياة الدنيا الكفار، فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس إليها، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي يابسا متحطما. فالحياة الدنيوية عباد الله تكون كذلك: شابا ثم كهلا ثم عجوزا ثم شمطاء، والإنسان يكون كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه، غضا طريا لين الأعطاف بهي المنظر، ثم يكبر فيصير شيخا كبيرا ضعيف القوى قليل الحركة، يعجزه الشيء اليسير، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة، وأن الآخرة كائنة لا محالة، حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير، فقال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا هذا أو هذا، إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان. وقوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي متاع فان غار لمن ركن إليه، فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها، وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى دار الآخرة. إن حب الدنيا وتقديمها على الآخرة من أعظم البلايا التي تصيب الأمة في دينها ودنياها. ولذا جاء عند أبي داود عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. والناظر إلى تاريخ الأمة يجد أنه لا يمكن أن تستباح والناظر إلى تاريخ الأمة يجد أنه لا يمكن أن تستباح أراضيها وأعراضها وحرماتها إلا عندما تتخلى عن دينها، ولا تتخلى عن دينها إلا إذا رغبت في دنياها. وهذا ما حصل أيام دخول التتار إلى بغداد، فقد عاتوا فيها الفساد، وقتلوا الآلاف من المسلمين، بل وذبحوهم ذبحا حتى وصل الحد إلى أن ذبح خليفة المسلمين آنذاك. ولما حاصر المسلمون بلاد فارس
وكان الفرس أقوى أمة آنذاك، جرت لقاءات ومفاوضات بين قادة المسلمين وقادة فارس. أراد رستم أن يظهر قوة الفرس وغناهم أمام ضعف العرب وفقرهم، فأمر بفرش البسط والنمارق، ووضع له سرير من ذهب، وأحاط به حاشيته، وهم في كمال زينتهم وأبهتهم وسلاحهم. فتعاقب ثلاثة من المفاوضين المسلمين على رستم يفاوضونه، فما غرتهم دنيا الفرس ولا نظروا إليها إلا نظرة ازدراء واحتقار. فكان أول الداخلين ربعي بن عامر، دخل بفرسه يطأ به بسطهم ووسائلهم حتى ربط فرسه ببعضها، ونزل يتكئ بسيف لم يجد له غمدا، فلفه بخرقة حتى بلغ سرير رستم وجلس على الأرض، ولم يجلس على زينتهم عزة وإباء، وبلغوا بما جاء به. وفي اليوم الثاني جاء للمفاوضة سعد بن حذيفة بن محصن، ورفض النزول عن فرسه حتى بلغ بها سرير رستم، فكلمه برسالته وهو على فرسه. وفي اليوم الثالث جاءهم المغيرة بن شعبة، فجلس مع رستم على سريره غير آبه به، فهرع إليه جنده حتى أنزلوه، فعرض رستم على المغيرة شيئا من الدنيا له وللمسلمين ليرجعوا عن غزو فارس، ولكن المغيرة عرض عليه الإسلام أو الجزية أو السيف بكل عزة وإباء، فما غر الجند الإسلامي بهرجة فارس ودنياها وقوتها وغناها، لأن الدنيا ما كانت في قلوبهم، فسقطت بلاد الفرس بأيديهم ونقل ذهبها إلى المدينة. وأما الواقع فإن الأعداء ما تمكنوا من المسلمين في العصور المتأخرة، ولا ضاعت الحقوق واحتلت البلدان ونهبت الثروات وامتهنت الكرامة، وإلا بعد أن عظمت الدنيا عند كثير من المسلمين وتمكنت من قلوبهم، فتنافسوها واختلفوا عليها واقتتلوا من أجلها، ووجد الأعداء مداخل عليهم من قبلها، حتى كان في المسلمين من خان دينه وأمته ووطنه وأهله لمصلحة أعدائه من أجل شيء من الدنيا. ووقع ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته حينما أقسم فقال: فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: تتنافسون كما تتحاسدون، ثم تتضابرون، ثم تتباغضون. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.